لبيك لا شريك لك لبيك إن جبل عرفة يا جبل رحمة جی دوستو یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا اور یہی وہ حج کا دن تھا آج نو ذی الحج جمعۃ المبارک کا خوبصورت سا دن اور یہاں پہ حاجی پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور یہ جبل عرفہ کا میدان ہے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. إن العمر لا يعود،